السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع اخواتي الكريمات. ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. جينا نخدموا درس جديد مع بعضنا، صدى كروشي كريستال. هذا مو الالوان اللي راح نخدموا مع بعض بهم. انا هنا فضلت اللون الوردي واللون الاسود، الكريستال المتوسط واللون الخيط يكون وردي. الكريستال الوردي المتغلب على الصدر، خيط اللون الوردي. كروشي رقم 12 ومقص. إذا كان أول مرة تزوري القناة، فضلا وليس أمرا اشتركي في القناة وتفعلي الجرس ليصلك الجديد تاع القناة، وما تنسوش اللايك للفيديو إذا عجبكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله، دائما البداية تكون عقدة البداية هكذا. راح نعملو سلسلة فيها 336 غرزة. راح نعمل أنا سلسلة فيها 336 ونرجع. عملت سلسلة فيها 336 غرزة. هنا حنقفلها في اول غرزه بمنزلقه، ودائما ننتبه باش ما تجيناش السلسله ملويه. ننتبه جيدا عند الاغلاق. انا راح نغلقها، نغلق في اول غرزه بمنزلقه. غلقت السلسله تاعي في اول غرزه بمنزلقه، كما قلت لكم تولوا جيدا عند الاغلاق باش ما يجيكمش العامل معوج. هنا راح نطلعوا بثلاث سلاسل، واحد اثنان ثلاثة، هذا كأول عمود. راح نزيد ثلاث سلاسل المسافة، ويصبح عندنا ست سلاسل. نلف الخيط هنا، راح نخلفه واحد اثنان ثلاثة. في الغرزة الرابعة نعمل عمود، نطلعوا بثلاث سلاسل، واحد اثنان ثلاثة. في الرابعة نعمل عمود، واحد اثنان ثلاثة. نلف الخيط، واحد اثنان ثلاثة. في الرابعة نعمل عمود هكذا. نطلع بثلاث سلاسل ونلف الخيط، واحد اثنان ثلاثة. في الرابعة نعمل عمود، هذا العمل راح يكون على طول السلاسل اللي عندنا. كملت العمل بنفس الطريقة، طلعت بثلاث سلاسل. هنا راح نكفلو في ثلاث غرزة، واحد اثنان ثلاثة بمنزلقة هكذا. أنا عملنا مربعات على السلسلة. هنا راح نقطعو خيط ونكملو الصدر بخيط واحد. راح نعقد الخيط مع بعضو. عقدت الخيط هنا، قلت لكم راح نعملو غير خيط بخيط واحد. حنطلعو هنا ثلاث سلاسل، واحد اثنان ثلاثة. هنا راح نبداو ندخلو في الكريستال. نجيب كريستال واحدة، ندخلها في الكروشي هكذا. نتبعو مليح في نفس العمود. راح نسحب الخيط داخل الكريستال، نقفل هكذا. نطلع بثنين سلاسل، واحد اثنان. نلف الخيط هنا، نحسب واحد في اثنين غرزة، نعمل عمود هكذا، واحد اثنان. فوق هذا العمود كذلك نعمل عمود كريستال، عفوا. ندخل الكروشي داخل العمود ونسحب الخيط داخل الكريستال ونعمل غرزة هكذا. راح يكون العمل تاعنا هذا هو كريستالة عمود كريستال. نطلع بثنين سلاسل، نلف الخيط، راح يكون هنا عمود في تاني غرزة هكذا. اثنين سلاسل،
في كل عمود يكون عندنا حبة كريستال. هكذا نطلع بثني سلاسل، نلف الخيط هنا، نعمل عمود هكذا، ثني سلاسل فوق العمود، نعمل كريستال، نجيب حبة الكريستال ندخل داخل العمود ونسحب الخيط داخل الكريستالة ونعمل غوصة هكذا، كريستالة عمود كريستالة عمود كريستالة عمود كريستالة. هنا اثنين سلاسل راح يكون هنا في تاني غرزة عمود. اثنين سلاسل هنا عمود راح يكون هنا كريستال. حبة الكريستال تكون دائما فوق العمود كده، نسحب الخيط ونعمل خاصة. حبة الكريستال تكون دائما فوق الأعمدة وفي الوسط يكون عمود. إن شاء الله تكون واضحة. اثنين سلاسل، لف الخيط هيكون هنا عمود في وسط الغرزة في تاني غرزة هكذا، واثنين سلاسل هنا العمود تكون حبة الكريستال. راح نعمل نفس العمل حتى يصبح عندنا 11 كريستالة. 1 2 3 4 5 6 راح نكمل بنفس العمل بنفس الطريقة حتى يصير عندنا 11 كريستالة باللون الوردي. وصلت بنفس الطريقة حتى تكون عندي 11 كريستالة كما قلت لكم هكذا. هنا دائما ما بين الكريستالة والكريستالة كنا عمود، هنا طلعوا بثنين سلاسل دائما ثنين سلاسل، نلف الخيط هنا 1 2 في تاني غرزة نعمل عمود ني سلاسل. هنا راح ندخل لون الاسود، هنا فد كريستالة باللون الاسود ونعمل عمود فوق العمود. دائما الكريستال يكون فوق الاعمدة هكذا. ني سلاسل هنا 1 2 يكون عندنا عمود في تاني غرزة، 1 2 عندنا هنا عمود راح يكون فوقه حبة الكريستال هكذا. راح نواصل حتى ننهي السطر بهذه الطريقة، 11 كريستالة باللون الوردي وحبة واحدة باللون الأسود، كريستالة واحدة باللون الأسود حتى ننهي السطر. أني كملت السطر كما قلت لكم 11 كريستالة باللون الوردي ووحدة كريستالة باللون الأسود، طلع الحساب صحيح على طول السلاسل المربعات اللي عندنا، عفوا على طول المربعات اللي كانوا عندنا. هذا هو وصلت إلى هنا، وصلت إلى هنا عندي هنا 11 كريستالة باللون الوردي، هنا راح تكون كريستالة باللون الأسود ونقفل السطر بمنزلقة هنا فوق العمود باللون الأسود هكذا، نطلع بني سلاسل، نلف الخيط في تاني غرزة نعمل عمود عادي هكذا، نطلع بني سلاسل راح نقفل السطر بمنزلقة هنا في الكريستالة.
كفلت بمنزلقه هكذا. هنخالف الان العمل هنا الكريستاله، نطلع بعمود، واحد اثنين ثلاثة، عمود اثنين سلاسل المسافة، وهنا في هذا العمود اللي بين الكريستالة والكريستالة حترجع عندنا، راح نحطو كريستالة هكذا، راح نرجع نخالف العمل هكذا. نطلع باثنين سلاسل دائما، هنا كاينة كريستالة نحمل عمود، كنا نعملو عمود هكذا. اثنين سلاسل، هنا عندنا عمود نعمل كريستالة، حبة الكريستال اثنين سلاسل، عندنا كريستالة نعمل عمود، وهكذا راح نخالف العمل في بلاصة الكريستالة نعمل عمود، وفي بلاصة العمود نعمل كريستالة. طب اثنين سلاسل دائما، هنا عندنا عمود راح نعمل كريستالة، إن شاء الله تكون مفهومة نسحب الخيط، ندخل هنا ونسحب الخيط، ونغلق هكذا. هاكم تلاحظوا لينا الاختلاف في بلاصة العمود نعمل كريستال، وفي بلاصة الكريستال هنا عفوا عندنا كريستال، في بلاصة الكريستال نعمل عمود. على ما أعتقد واضح العمل هكذا. هنا عندنا عمود راح نعمل كريستال، اثنين سلاسل، هنا عندنا كريستالة نعمل عمود. على ما أعتقد يعني واضحة جدا هكذا. نخلف العمل، في بلاصة العمود نعمل كريستال، في بلاصة الكريستال نعمل عمود، راح أواصل هذا العمل حتى أصل إلى هنا. عملت عشرة باللون الوردي تاع الكريستال، عشرة كانوا 11، هنا في هذا السطر يرجعوا 10 لأن راح نبدا نوسعو في اللون الأسود، في الكريستال اللون الأسود. هنا راح نطلع باثنين سلاسل، فوق العمود راح نحط كريستال لون الأسود هكذا. كل ما نزيدو سطر كل ما نوسعو في الكريستال اللون الأسود. طلع باثنين سلاسل، كنا في بلاصة الكريستال عمود، اثنين سلاسل، هنا عمود راح نزيد كريستال لون الأسود. هكذا إن شاء الله يكون العمل راه واضح. كل ما نزيدو في الأسطر كل ما نزيدو في عدد الكريستال اللون الأسود، واللون الوردي ينقص معنا. راح أواصل بنفس الطريقة على طول دوران السدر. وصلت نفس العمل على طول السطر، رجعو عندنا 2 كريستالات باللون الأسود و10 باللون الوردي. وصلت إلى هنا. هنا دائما طلعوا باثنين سلاسل، هادو اثنين سلاسل ما نساوش عليهم دائما، واحد اثنين ثلاثة، في ثالث غرزة نقفل بمنزلقة.
انا عندنا عمود، وكنا احنا في مكان العمود لازم كريستالة، لكن انا نفضل دائما نطلع بثلاث سلاسل ونعمل الكريستالة هكذا باش ما تجينيش كريستالة معوجة. قادرة نحط الكريستالة ديريكت، لكن نحب نطلع بثلاث سلاسل باش تجيني الكريستالة واقفة في نفس العمود. راح يكون عندنا الكريستالة هكذا. هنا زدت الكريستالة باللون الأسود، لأن راح نرجع نمشي في اللون الأسود في هذه الجهة. هنا يطلعوا دائما باثنين سلاسل. هنا عندنا كريستالة، هيكون عندنا عمود، هنا هكذا. هنا عمود، تكون عندنا كريستالة باللون الوردي. نكون على ما أعتقد راكم فهمتوا الطريقة. أثناء تلك العمود راح يكون عندنا الكريستال، وكي يكون الكريستال راح تكون عندنا العمود. اثنين سلاسل، هنا عندنا كريستال راح يكون عندنا عمود. يعني طريقة جد سهلة وجد يعني جميلة هكذا. إلا في البداية نحب نزيد ثلاث سلاسل ونعمل الكريستال باش ما يجينيش الكريستال تجي معوجة كي نحط ما نحطش ثلاث سلاسل. راح نواصل العمل. راح يكون هنا عندنا، كانوا عندنا 10، راح يرجع عندنا 9 كريستالات باللون الوردي حتى اصل الى هنا. وصلت الى هنا، عملت 9 كريستالات باللون الوردي. هنا عندنا 2 سلاسل دائما قلنا ما نساوش عليهم. هنا عندنا عمود، راح يكون عندنا كريستالة باللون الاسود، راح يكون زيادة في اللون الاسود ونقصان في اللون الوردي هكذا. واحد اثنين، دائما هنايا كريستالة يكون فوقها عمود. طريقة سهلة وواضحة جدا. هنايا عمود، يكون هنا كريستالة، راح يكون هنا تلت كريستالات باللون الأسود هكذا. اثنين سلاسل دائما، هنايا كريستالة هتكون عندنا عمود. ان شاء الله تكون واضحة. كريستالة هنا هيكون عمود، راح تكون عندنا كريستالة. طلعوا باثنين سلاسل دائما. هنا كذلك كريستالة باللون الأسود. هنا كريستالة يكون عمود أكيد. هكذا كانوا 2، رجعوا 3، كانوا 10، رجعوا 9. الآن راح نوصل بنفس الطريقة. هنا راح يرجع عندنا اللون الوردي. أنا هنكمل نفس الطريقة على طول السطر السدر اللي عندنا. كملت الطريقة بنفس العمل هكذا. وصلنا إلى هنا، راح نقفل السطر بمنزلقة فوق الكريستالة هنا. رجعنا 3 كريستال باللون الأسود مثل هنا مثل فوق على طول السطر. هنا حين طلعوا، هنا عندنا كريستالة، نطلعوا هنا بعمود، نطلعوا باثنين سلاسل تاع المسافة. هنا عندنا عمود، راح نطلع بكريستالة سوداء. ديما بدايتنا هترجع بالكريستال السوداء، لأن راح نوسعوا منا ومنا في الكريستال السوداء. هكذا 2 سلاسل المسافة. هنا كريستال راح ندخل نعمل عمود كما قلنا، فوق الكريستال عمود، فوق العمود كريستال. 2 سلاسل المسافة دائما. هنا عمود، راح تكون عمود، راح تكون كريستال باللون الوردي.
احنا كريستال هنا يكون عمود، عامل سهل جدا واضح. هنا عمود راح تكون كريستال، راح نوصل بنفس الطريقة. حيجو عندنا هنا 8 كريستالات وربع كريستالات، هنا 8 كريستالات باللون الوردي، وهنا راح يكون 4 كريستالات باللون الأسود. نخدم هنا حتى نوصل إلى هنا. عملت 8 كريستالات باللون الوردي، وصلت إلى هنا. هنا راح نطلعوا 2 سلاسل، عندي هنا عمود راح يكون كريستال، اللون الأسود، 2 سلاسل، هنا كريستال راح يكون عمود، عفوا كريستال هنا يكون عمود، هنا 2 سلاسل، هنا عمود يكون كريستال، هكذا. اثنين سلاسل، هنا كريستال يكون عمود، اثنين سلاسل عمود يكون عندنا كريستال، هنا كريستال يكون عندنا عمود. هنا 2 سلاسل، هنا يكون عندنا كريستال. أصبح عندنا عدد الكريستال اللون الأسود 4 في هذا السطر. هنا عندنا كريستال باللون هيكون عمود، وراح نواصل 2 سلاسل، هنا عمود راح يكون عندنا كريستال باللون الوردي. راح نواصل بنفس العمل على طول السطر، 8 كريستالات باللون الوردي و4 باللون الأسود. كملت السطر، هذا هو 4 كريستالات باللون الأسود و8 باللون الوردي. وصلنا إلى هنا، حنقفل هنا، طلعت بـ2 سلاسل، دائما كلكم انطلعوا بـ2 سلاسل. راح نقفل 1 2 3 في ثالث غرزة بموزاليكا. هنا عمود لازم تكون كريستالة، قلت لكم انا نحب ندير 3 سلاسل ونعمل كريستالة باش تجيني الكريستالة واقفة هكذا. هنا راح تكون باللون الاسود هكذا، طلعوا بـ2 سلاسل، هنا كريستالة هيكون عمود، 2 سلاسل دائما، هنا عمود راح تكون كريستالة باللون الأسود. دائما عندنا زيادة، هنا في هذا السطر راح يرجعوا عندنا 5 كريستالات باللون الأسود. هنا راح يكون عمود، عادي هنا عمود راح يكون كريستالة باللون الوردي. راح اواصل حتى اصل الى هنا، حواصل هذا الكريستال الوردي راح نقصه الان هكذا، راح اواصل عادي حتى اصل الى هنا. كملت السطر تاع الكريستال باللون الوردي، رجعوا عندنا هنا 7
هنا طلبتني سلاسل دائما، عمود هنحط كريستال لون اسود، اثنين سلاسل هنا عمود دائما نقولوا مكان الكريستال عمود ومكان العمود كريستال. راح نرجعو هنا عندنا 5 كريستالات باللون الأسود. كملت الكريستال، صار عندنا 1 2 3 4 5، 5 كريستالات باللون الأسود. كما تلاحظوا بدينا بكريستالة ومن بعد 2 ومن بعد 3 ومن بعد 4 الآن 5. راح نكمل سطرين بنفس الطريقة، يصير عندنا هنا 5 كريستال، هنا 5 يزيدوا 6 ومن بعد 7. راح نكمل سطرين بنفس الطريقة ونرجع معكم. اخواتي كملت 2 سطرين كما قلت لكم، صار عندي عدد الكريستال باللون الاسود 7، 1 2 3 4 5 6 7، و5 باللون الوردي هكذا. هنا الحين نرجعو نقصو في اللون الاسود ونزيدو في اللون الوردي. راح نرجعو كيما ان شاء الله راح نرجعو للسطر الاول هنا كما بدينا نختمه. هنا عندي 7 كريستالات راح يرجعوا 6، وهنا 5 يرجعوا 6، 5 بالوردي يرجعوا 6، باش تكون عندنا هنا المربع باللون الاسود. هنا عندنا كريستالة راح نطلعوا بعمود ب3 سلاسل وتعتبر عمود هكذا، و2 سلاسل تاع المسافة. هنا كريستالة باللون الأسود، عملية سهلة جدا. اثنين سلاسل دائما كنا 2 سلاسل ما لازمش نساو عليهم. عندنا هنا كريستالة، عندنا يرجع عمود، هنا عمود يرجع كريستالة باللون الأسود. هنا كريستالة باللون الأسود، أرجع عمود، 2 سلاسل. هنا راح نزيدو كريستالة باللون الوردي كما قلت لكم، راح نبداو نقصو في الكريستال اللون الأسود. هكذا سهلة جدا. راح نوصل هنا السطر عادي، اثنين سلاسل هنا كريستالة رجع عمود، 2 سلاسل هنا عمود ترجع كريستالة، واحد اثنان هنا كريستالة عمود هكذا، 2 سلاسل دائما، كريستالة عمود كريستالة، كما تلاحظوا هكذا.
سلاسل هنا عندنا عمود كيصطلع باللون الواطي. هنا كيصطلع عمود كما تلاحظوا نقصنا كيصطلع باللون الأسود أجرت هنا بالواطي عادي جدا. هنا 2 سلاسل هنا كيصطلع باللون الأسود هكذا. هكذا كما تلاحظوا هنايا عندنا 7 دوك هنا يجو 6. هنا نحينا نقصنا وحدة باللون الأسود عادي جدا. ها راح نكمل حتى لهنا هكذا اخواتي. راكم تلاحظوا اجودنا 1 2 3 4 5 6. هنا السطر كان 5 تاع الوردي الان يرجع 6 1 2 3 4 5 6. نقصنا بدينا نقصوا في الكريستال الاسود ونزيدوا في الكريستال الوردي. حنواصل هنكمل السطر حتى اصل الى هنا. كملت السطر عندي دوكا 1 2 3 4 5 6 6 وصلنا للعدد 6 باللون الكريستال الاسود. وعندنا كذلك 1 2 3 4 5 6 باللون الكريستال الوردي. كما قلت لكم كل ما نفوتوا الان حصه نقصوا الكريستال في اللون الاسود ويزيد الكريستال في اللون الوردي. قفلت السطر بموزاليكا. عندنا هنا عمود راح تكون عندنا كريستاله لكن انا نفضل دائما نقول لكم نفضل نطلع بثلاث سلاسل ونحط الكريستاله باش تجيني الكريستاله واقفه وشدها روحها هكذا. في العمود عندنا الكريستال هكذا 2 سلاسل دائما ما ننساوهمش. هنا كريستال عندنا عمود 2 سلاسل هنا عندنا عمود راح يكون عندنا كريستال باللون الاسود. في هذا السطر راح يرجع الكريستال اللون الاسود 5 واللون الوردي راح يكون عندنا هنا 6 راح يولي 7 1 2. هنا كريستال راح يكون عندنا عمود 2 سلاسل هنا عمود راح يكون عندنا كريستال باللون الوردي وهكذا نقصنا كريستال باللون الاسود. راكم تلاحظوا راكم تشوفوا هنا شوفوا قبالة هنايا طالع هكذا طالعين هكذا 1 2 3 4 5 6 7 هكذا. الان طالعين هكذا 1 2 3 راح يطلع هكذا راكم امولا هكذا وهكذا سهله جدا. هنا راح نوصل عادي بالوردي راح اوصل الى هنا. كملت السطر هذا تاع اللون الوردي صبحوا عندنا كانوا 6 رجعوا هنا 7. راكم تلاحظوا باللي بدا تكون عندنا المنحنى تاع المربع هذا. هنا راح نطلعوا كذلك ب2 سلاسل هكذا. عندنا هنا عمود راح يكون عندنا اكيد كريستاله هنا كريستال راح يكون عندنا عمود. راكم تلاحظوا شوفوا هنا هنا يروح هكذا وراح يرجع هكذا
راح نكمل حتى لهنا. كملت السطر هذا، رجعوا عندنا هنا 1 2 3 4 5 خمس كريستالات باللون الأسود، كانوا 6، رجعوا 5، السطر اللي يزيد 4 واللي يزيد 3 واللي يزيد 2 واللي يزيد 1. انا هنكمل بنفس الخطوات، كل ما نفوت وسطى ينقص كريستال من اللون الاسود وتزيد كريستال باللون الوردي، على ما اعتقد واضحة جدا. نفس الخطوات راكم تشوفوا هنا، هي عندنا هنا مثلث هكذا، حيرجع عندنا مثلث هكذا هكذا وهكذا، بالعين المجردة هي واضحة. هنواصل انا حتى يرجع عندنا 11 كريستال باللون الوردي وواحد كريستال باللون الاسود. كملت العمل تاع السطر المتبقية، كما قلت لكم نزيدوا في عدد الكريستال باللون الوردي وننقصوا في عدد الكريستال باللون الاسود، حتى وصلنا كما بدينا في البداية، بدينا بواحدة كريستال باللون الأسود و11 كريستال باللون الوردي. البداية كما النهاية تاع السداب، هاكم تشوفوا فيها 11 كريستال باللون الوردي وواحد كريستال باللون الأسود، تكونت عندنا هنا مربع ولا مقروطة كما تسميوها انتوما. المهم هذا هو تقريبا انهينا السداب مع بعضنا، ان شاء الله الشرح تاعي كان واضح وفهمتوني. هنا حين نعملوا حواف للسداب، هنا حين طلعوا انا كفلت هنا السطر بمنزلقة، هنا حين طلعوا بسبع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 ثلاثة عمود وأربعة للمسافة، نلف الخيط راح نعمل عمود فوق الكريستالة، راح نخدمو عمود فوق الكريستالة، راح يكون العمل دائما فوق الكريستالة. 1 2 3 4 طلعنا بابا السلاسل ونلف الخيط، راح نعمل عمود فوق الكريستالة، دائما طلع بابا السلاسل هكذا ونلف الخيط ونعمل عمل فوق عمود، عفوا فوق الكريستالة، تكون عندنا مربعات، هاد المربعات هنعمرهم بالأعمدة وراح يكون هو الحواف تاع السداب تاعنا. هكذا ان شاء الله يكون العمل واضح، يعني سهل جدا، يعني مفيش تعقيدات، تبعوا الخطوات فقط، كي تتبعوا الخطوات راحين تعملوا السداب جد جميل. راح نكمل انا السطر هذا بنفس الطريقه، نطلعوا بابا السلاسل نعمل عمود فوق الكريستاله، مش في العمود فوق العمود، لا فوق الكريستاله. نكمل انا هذا العمل، كملت السطر بنفس الطريقه، قفلت هنا في ثالث سلسله بمنزلقه، راح نعمل سلسله واحده هكذا، قطع الخيط، راح نعقد الخيط ونحركه دائما، نقولكم كي تقطعوا الخيط حركوه. قطعت وحركت الخيط. للاخوات اللي يقولوا لي شحال السدر يدي من القبة، هذا السدر دالي زوج قبات تاع الخيط من اللون الوردي، هذا واش بقى لي منه 2 قبات. هنا راح نجيبوا الخيط الاسود على 2، عندي عقدة البداية، بسم الله هكذا، راح نسحب الخيط، ندخل الكاوشي داخل المربع ونسحب الخيط ونعمل هكذا غوزة في نفس المربع، راح نلف الخيط ونعمل 6 أعمدة،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أعمدة في نفس نعمل غازات حاشو هكذا، وندخل المربع اللي يزيد مباشرة ونعمل غازة حشو هكذا، ونطلع كذلك بستة أعمدة. بداية غازة حشو، ستة أعمدة، غازة حشو وهكذا. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أعمدة غازات حشو. ندخل المربع اللي يزيد مباشرة بغازات حشو وهكذا، ستة أعمدة غازات حشو، غازات حشو، ستة أعمدة غازات حشو. راح أواصل بنفس الطريقة على طول هادو المربعات اللي هنا حتى أنهي السطر هنا. كملت الحواف اللي من تحت على الصدر بنفس الطريقة، ستة أعمدة غازة حشو، ستة أعمدة. هنا راح نعمل غازة حشو هكذا، راح ندخل إلى هنا المربع اللي بدينا به بغازة حشو. كملت الطريقة تاع الحواف لتحت تاع الصدر بنفس الطريقة، كنا غازة حشو، ستة أعمدة، غازة حشو. وصلت إلى هنا، هنا عندي غازة حشو، هكذا. وراح ندخل إلى الأمام كذلك ونعمل المربع اللي بدينا به غازة حشو هكذا، وندخل ندخل الى العمود الاول هكذا باش نربطوا الحواف مع بعضه. ندخل العمود الاول، انا هنا كنت قطعت ديجا الخيط، جاني شويه مع في الخدمه هكذا. العمود الاول وراح نسحب منه الخيط بمنزلقه هكذا، ونعمل غزه هكذا، نقطع الخيط هكذا ونسحب الخيط. كنا ربطنا هذا الحواف مع المربع اللي بدينا فيه. هنا ديما نقولكم نعقدوا الخيط، راح نعقدوا قدامكم، نعقد دائما الخيط خاصة الحرير، نعقدوا هكذا، نعقدوا جيدا. راح نقطع بالمقص هكذا، ونجيب البريكة تاعي ولا البريكي ونحرك جيدا هكذا. إذا كان كاين كذلك الخيط دائما نقطع ونحرك هكذا. هذا خدمنا فوق كل الأعمدة. هذا هو الحواف تاع السدر تاع الكروشي تاع الكريستال تاعنا. لازلنا دوران الركبة نعملو له حواف هكذا. الصدر تاعنا من التحت، هذا هو الحواف اللي عملناه مع بعض، هذا هو الصدر تاعنا كم تشوفوا فيه. هذا الرقم تاع السلاسل اللي بدينا بهم يلبس لطايل الكبيرة ولطايل المتوسطة باش نكونوا واضحين، لان راح نتحكموا هنا في هذا. دوك نعملوا هذا الحواف تاع دوران الرقبه، راح نتحكموا في هذو المربعات، قادرين نقصوا قادرين نزيدوا، كل وحده كيفاه تحب تاعها عريض ولا ضيق. لكن لطاي الضعيفه دير عدد السلاسل 288 هكذا يجيها العدد تاع الكريستالات مضبوط في الحساب 288. اني يعني نوضح لكم في الامور كامل اللي رانا نخدموا بهم. قلت لكم الخيط تاع
الغوز داني زوج كبات فقط، لان خدمنا بالخيط على واحد، الا البداية بديناها بالخيط على اثنين، بقالي غير القليل من الخيط الوردي كما نعت لكم قبيلة. هذا هو الخيط تاع الاسود، راح تشي قبة واحدة راح نخدموا بها الحواف، لكن هذه القبة قبة واحدة تعملوها على اثنين، الخيط على اثنين وتعملوا الحواف هذا، وواحد نخدموا الحواف هذا الان مع بعضنا. ان شاء الله يكون هذا الصدف نال اعجابكم يا رب. عندي طلب اخواتي، فقط طلب، ان شاء الله ما تردونيش، ان شاء الله نتمنى. حبيتوا تدعموا القناة، بارطاجيو الفيديو تاعي للاصدقاء للاحباب وفي المواقع التواصل باش تكبر القناة، لان القناة راح تكبر بكم بالدعم تاعكم ان شاء الله يا ربي، تلحق القناة تكبر ان شاء الله، وباش تكبر القناة بكم ان شاء الله. هذا هو الطلب تاعي، تبارطاجيو الفيديوهات تاعي في مواقع التواصل للاصدقاء للاحباب، ان شاء الله هكذا الناس الكل تستفاد من القناة وتستفاد من الاعمال تاعي بابي ان شاء الله. الان راح نبداو في هذا في دوران الرقبة، راح نخدم الحواف تاع دوران الركبة. هنا راح ندخل الخيط هكذا، نربطو، راح اربط الخيط هنا، راح نربطو جيدا، ندخل كوشي هنا في المربع، اسحب الخيط ونعمل غرزة هكذا. هنا كما قلت لكم تقدروا تخليوا العرض كما تحبون نتوما، لان راح تحكموا في هذه المربعات. انا هنا راح نخلف مربع، نتوما تحبوا ما تخلفوش المربع ما تخلفوش، تحبوا تخلفوا اثنين مربعات هنا كما تحبون نتوما، هنا تحكموا هنا كما تحبوا. انا نحبوا شويه دوران الركبه شويه عريضه، راح نخلف مربع فقط، نتوما قادرين تخلفوا مربعين ولا ما تخلفش تحت المربع، ديرك تخدم هنا. احلف الخيط كما قلت لكم، راح نخلف دائما مربع، راح نخدم في المربع الثاني هكذا، راح نخدم هنا 10 أعمدة، اثنان، راح نخدم 10 أعمدة، هذا ثلاثة، نخدم 10، خدمت 10 أعمدة. هنا كنا نخلفوا مربع، في المربع اللي يزيد نخدم غرزة حشو، وهكذا نخلف هنا مربع، نلف الخيط، نخلف هذا المربع ونروح المربع اللي يزيد، وراح ننقص دائما مربع كما قلت لكم. هنا كذلك راح يكون عندنا 10 أعمدة، راح نخدم 10 أعمدة، خدمت 10 أعمدة، هنا المربع هذا نخلفه ونحط هنا غرزة حشو هكذا، ونلف الخيط المربع اللي يزيد نخلفه ونخدم هنا 10 أعمدة. طريقة واضحة جدا، وكما قلت لكم تحبوا ما تخلفوش تحت المربع ما تخلفوش، تحبوا تخلفوا مربعين كهذا، هنا تحكموا نتوما في الدوران الركبة تاعكم كما تحبوا. راح نكمل انا السطر بنفس هذه الطريقة ونرجع معكم ان شاء الله. كملت السطر بنفس الطريقة كما قلت لكم، هنا عندنا 7 8 9 10، حتى الأعمدة هنا تحبوا ديروا 12 ولا 10 كما تحبوا. هنا كنا دائما نخلفوا مربع، نسوت إلى هنا هكذا بغرزة حشو، وندخل في الغرزة الأولى، نعمل كذلك غرزة هكذا، وراح نقطع الخيط. انهينا السطر تاع الحواف تاع الركبه، راح نقطع الخيط ونحركو دائما، نقولكم حركوا الخيط باش يجي العمل تاعكم متقون. انهينا عمل السدر تاعنا تاع الكريستال، وعدد من الاخوات اللي طلبوا مني سدر كريستال وطولت بالك عليهم في العمل تاعو، ان شاء الله هذا السدر ينال اعجابهم. هذا هو السدر تاعنا تاع نهار اليوم، هكذا مفتوح وهكذا حين، هذا هو السدر تاعنا جاجد وجميل. الالوان كما تفضلوا نتوما، الالوان اللي تفضلوا نتوما، وكما قلت لكم ما فدش الخيط خلاص كبه خيط تاع
اللون الاسود تعملوها على 2 و2 كبات تاع اللون الوردي، والالوان بطبيعه الحال كما تحبوا نتوما. من الخلف تشوفوا كيف جا، من الخلف جا جدو، كذلك من الخلف يجي جدو جميل. من احسن الخيط تاع الحرير باش هكذا يقعد ملس على مثال على الجسم تاع الانسان. هاكم تشوفوا كيف جا من الخلف جدو جميل، ومن الامام جدو جميل. ان شاء الله هذا تاع الكريستال ينال اعجابكم. ما لي غير نقول لكم صحه فطوركم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش اللايك للفيديو الى اعجبكم صدر الكروشيه. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.